تواصل الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي هذا الإطار تعمل السلطات المصرية في منفذ رفح بأقصى طاقة لها في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلن مصدر مصري رفيع المستوى دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري. وأضاف مراسلنا أنه تم إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة وذلك عبر منفذ رفح حتى الآن، مشيرا إلى استقبال 19 مصابا فلسطينيا. وفي معبر كرم أبو سالم أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بدخول 280 شاحنة مساعدات إلى سكان قطاع غزة. مع أول أيام عيد الفطر المبارك، مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا استلام الجرحى والمصابين عبر معبر رفح البري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وأيضا استضافتهم داخل المستشفيات المصرية لتقديم الخدمة العلاجية. نتحدث الآن من أمام معبر كرم أبو سالم الذي بدأ بالفعل في استقبال المساعدات الإنسانية التي تتدفق عبر مصر مستمرة في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم لتخضع لعملية التدقيق، وحينما يتم يعني الموافقة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتم الإنفاذ على الفور لتسلم إلى يعني الأراضي أو قطاع غزة الأهالي أو الفلسطينيين في غزة. نتحدث الآن كما نشاهد بأن الشاحنات تواصل طريقها نحو معبر كرم أبو سالم لتخضع لعملية التدقيق، ومن ثم بعد ذلك يتم إنفاذ إيصالها إلى قطاع غزة. التسهيلات كبيرة من الجانب المصري في تسخير كافة الجهود لإيصال هذه المساعدات على وجه السرعة في ظل الاحتياج الكبير من يعني الفلسطينيين الذين يعانون من جراء حرب استمرت لأكثر من 6 أشهر من الآن. بالتأكيد في ظل هذه الأزمة الاحتياج الكبير لهذه السلع سواء غذائية أو يعني من أو مستلزمات طبية، في ظل طبعا ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين عن 75,000 مصاب وجريح، بالتالي بأن فهذه المساعدات الإنسانية بالتأكيد لها أهمية كبيرة في ظل هذا الاحتياج الكبير. نتحدث عن أن يعني خلال الأيام السابقة ارتفعت وتيرة أعداد الشاحنات التي تمكنت مصر يعني إيصالها إلى قطاع غزة عبر المنافذ المختلفة بمعدل متوسط على مدار اليوم يزيد عن 400 شاحنة، وبالتالي فإن يعني هذه الجهود بالتأكيد التي تسعى إليها مصر لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تأتي تكليل يعني للجهد الكبير التي تبذله مصر على مستوى الأصعدة سواء بالتحركات الدبلوماسية أو غير ذلك لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا استلام الجرحى المصابين. هذا هو يعني أو هذا الاتجاه التي تأتي منه هذه الشاحنات من جانب معبر رفح البري، هو يعني اتجاه ينقسم إلى طريقين، طريق أو جهة منه تؤدي إلى يعني منفذ كرم أبو سالم تخضع هذه الشاحنات إلى عملية التدقيق ومن ثم بعد ذلك المتابعة، وهذا هو الطريق الآخر الذي يؤدي إلى منطقة العوجة ولتخضع الشاحنات هناك في من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتدقيق، وحينما يتم الموافقة على هذه الشاحنات تعود مرة أخرى إلى معبر رفح ليسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. بالتأكيد في ظل أو في انتظار كبير من الجانب الفلسطيني أو من الأشقاء في فلسطين لهذه الشاحنات المساعدات التي تخفف ولو جزئيا عن المعاناة الكبيرة التي يعانوها على مدار أكثر من 6 أشهر. هناك أيضا في انتظار للشاحنات على الجانب الآخر التي خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة لتعود ويعني مرة أخرى إلى معبر رفح لتواصل طريقها وتدخل إلى الأراضي الفلسطينية. ربما يعني أيضا العمل مستمر في أو هناك أيضا العمل مستمر في استقبال
الجرحى والمصابين الذين يتوافدون يوميا على معبر رفح لتقدم لهم كافة الخدمات العلاجية ويتم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية. وهذه هي يعني الشاحنات التي كنت أشير إليها منذ قليل، وهي هي الشاحنات التي تأتي من منطقة العوجة من نفس الطريق الذي يعني الرابط مع معبر كرم أبو سالم وأيضا معبر رفح، لتعود مرة أخرى إلى معبر رفح لتدخل إلى منطقة أو إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح. بالتأكيد هذا الإجراء يعتبر من العراقيل التي وضعتها إسرائيل، وتحد نسبيا من أعداد الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح إلى منطقة أو إلى الأراضي الفلسطينية، بنظرا لأن هذا الطريق يمتد لما يزيد عن 40 كيلو متر حتى تصل هذه الشاحنات إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التدقيق، ومن بعد ذلك تعود مرة أخرى لنفس المسافة إلى معبر رفح لتصل بعد ذلك أو يسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. الجهود المصرية مستمرة ولم تتوقف، ولم تتوقف كما تم الإعلام من قبل الرئيس المصري في إيصال المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة وتسخير كافة الجهود لتسخير كافة الجهود أيضا كما ذكرت حتى يتم وقف هذا الصراع داخل الأراضي الفلسطينية. من أمام معبر كرم أبو سالم أيمن عماد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.